في الواقع انا تيبان لي ما كاين انتكاسه. طبعا حنا تمنينا نحصلوا على كاس العالم، وبدون شك غادي يحدث ذلك في المستقبل. للاسف كما تتبع الجميع وبشهادات الجميع، منهم يعني شخصيات كبيره وعظيمه في العالم، بصروا عطى يعني اكدوا على القوات الفريق المنتخب المغربي، المنتخب الوطني المغربي اللي كان في مستوى عالي. وهذا ماشي غريب، لان في الواقع هذا الجانب الرياضي صاحب الجلاله منذ اعتلاءه عرش سلف الميامين اهتم بزاف بالجانب الاجتماعي والجانب الثقافي والرياضي، وطبعا الاقتصادي كذلك نظرا لاهميته. فهذا الجانب الرياضي يعني دار مجهود كبير جدا على مستوى الوطن، وكذلك الحمد لله اللي مهم هو التشجيع الكبير اللي يعني عرفته هذا كأس العالم، واللي ما كانش له مثيل سابقا، اللي مفيد هو المقاربة الجديدة اللي جاب الناخب الوطني سيرغراغي، اللي اختلفت على الأسلوب وطرق العمل اللي تقوم بها، واللي مفيد كذلك هما مواطنين مغاربة اللي تمرسوا في أندية عندها صيت عالمي. طبعا بدون الإطالة يعني باش الإنسان يجتاز البرتغال وإسبانيا، يعني راه ماشي راه في حد ذاته إنجاز كبير. آخر مسألة هو أن المباراة مع الفريق الفرنسي راه مباراة مربوحة من طرف المغاربة، وهذا تيعرفوا الجميع. من بعد واش كاين الكأس ما كاينش، المهم أنهم ربحوا قلوب المغاربة ماشي معلوم، ماشي هو هدف حد ذاته. وطبعا هذا تيعطي أمل كذلك في المستقبل، اللي خصنا نوصلوا في المستقبل القريب هو واحد النوع نتاع العقد الثقة ما بين المغاربة وكل الفاعلين، يعني رياضيين ثقافيين سياسيين الى اخره، والانسان تيبقى جدي الى ان يثبت العكس. اذا وبالعزيمه يمكن نمشيو بعيد حتى على مستويات اخرى، والحمد لله المتتبع كذلك على المستوى الاجتماعي تيشوف الانجازات اللي يعني تمت انطلاقا من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومرورا بواحد العدد المشاريع اللي جلالة الملك على رأس الدولة المغربية عطى انطلاق ديالها بعد دراستها، واللي عطات تبارك الله الأكل. نحن نعمل اليوم جميعا من أجل إنجاح التغطية الصحية و يعني إذا سمحتي لي سي إدريس، الجواب ديالكم حلني على مجموعة الأسئلة. ربما سؤالي الأول هو كيف ترون يعني مستقبل الرياضة في المغرب، يعني إلى جانب كرة القدم ألعاب القوى، يعني هل ترون يعني هناك استراتيجية ممكن أنها توصلنا لنا؟ في الواقع كاينة استراتيجية، راه هذا العمل هو عمل جدي. كاين الجامعة اللي ما نكروش بأنها يعني كذلك متشبعة بأفكار وبقناعة وواحد الحماس يعني كبير، ومحزمة طبعا بلاعبين دوليين تبارك الله اللي بلاو البلاء الحسن. هو في الواقع تيبان على أن البرامج اللي يعني تيحط عليها بزاف صاحب الجلالة هو أولا يعني التعليم، يجب أن يكون تعليم اللي حامل المشاريع و يعني قادر على خلق فرص شغل. دابا في المدرسة المغربية اللي الإشارة راه لهذه الجامعة المغربية مش كلهم خايبين، كاين طبعا
كليات ذات الاستقطاب الكبير هادو تيكون صعوبه، ولاني راه الناس يختاروهم احيانا. اما وليداتنا وبناتنا راه مطلوبين في العالم كامل. اكيد اكيد. وايضا تيمشيو للشعاب العلميه اذا راه ما يمكنش نقولوا بان الجامعه مفلسه وتعليم مفلس. اكيد. وايضا سي ادريس المثل ديال المطربات الحي لا تضرب، اليوم مطربات الحي اطربت دليل ان وليد الركراكي يعني هي مغربيه وابن البلد واعطاه النتيجه يعني جد حسنه. هو راه مغربي. أكيد، اكيد مغربي، يمكن عنده جنسيه ثانيه هذا شيء اخر، ولكن هو في الاصل مغربي روحا و لا مغربي، هو مغربي في الاصل، والجنسيه المغربيه ما تيفقدهاش الانسان مدى الحياه. يعني ان عكس بعض الدول اللي تيمكن تقول لهم انا ما تليتش بغيت الجنسيه ديالكم وهذا. اذا كنت نقول لكم بان هذا الموضوع ديال التعليم خصنا تكون فيه ايتود سبور، صحيح. تكون الرياضة داخلة ماشي كرياضة مدرسة ما مدرسية فقط، رياضة الاحتراف، رياضة من أجل الاحتراف في المستقبل خص يكون داخل دابا يعني هذا المهن الجديدة لو ديجيتال بشكل قوي.